أيه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في 9 من مساء اليوم الخميس صوب استاد القاهرة الدولي لمتابعة نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية؟ الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي هما البراند المصري الكبير جدا اللي فتره من فترات احنا اختفينا، واصبح الناس كلها بتتكلم هو هتشجع برشلونه وريال مدريد ولا هتشجع ايه فرق اوروبا. رجع تاني الدوري المصري بقوته، رجع يعني الديربي العظيم. اتمنى ان شاء الله في خلال الماتش اللي جاي ده يعني يمتعنا بصرف النظر عن النتيجه، زي ما الدكتور اشرف قال ان هي في النهايه هي رياضه فيها مكسب وخساره، لكن الاهم ان احنا ندي مثال للروح الرياضيه وندي مثال للناحيه الفنيه المتميزه جدا اللي انا شايف انها ممكن تبقى خير سفير للكره المصريه على المستوى العالمي. النادي الاهلي يسعى الى مصالحه جماهيره والفوز باللقاء بعد أدائه المتذبذب خلال الفترة الماضية، أما الزمالك فيدخل اللقاء رافعا شعار لا بديل عن الفوز بلقب الكأس ومواصلة صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز. إن شاء الله اللي يكسب نقول له مبروك، اللي يخسر هارد لوك، مش نهاية الكون يعني، وفي دوري لسه قدامه 9 أسابيع كمان. إن شاء الله الحالة بس الشكل يبقى شكله حلو، الماتش الجمهور يبقى شكله كويس، مفيش يبقى تجاوزات، احنا في الآخر بنلعب كورة للمتعة يعني. ماتش صعب جدا، كل فريق معتمد على ان الماتش ده يفوقه، يعني الزمالك معتمد ان هو لو كسب الماتش ده هيقدر يكمل في الدوري بصوره كويسه وياخد دفعه لان دخل على ماتشات قويه سموحه فيوتشر بيراميدز. الاهلي نفس الموضوع، مباراه القمه ملهاش اي مقياس، المقياس الوحيد الاجتهاد جوه الملعب، تركيز اللاعبين طول 90 دقيقه او لحتى لو امتد اللقاء لوقت اضافه او ضربات الجزاء، اذا كان اللعيبه او قدرت اللعيبه تركز على او تحافظ على تركيزها طول 90 دقيقه او طول احداث اللقاء وقدر يحقق الفوز في نهايه المطاف هيكون بالتاكيد كمان نقله معنويه، خاصه ان اعتقد انا يعني من رؤيتي ان نهائي الكاس هيكون نقطه انطلاق كمان في المنافسه على الدوري. وتوج الزمالك بكاس مصر 27 مره ليحتل المركز الثاني خلف الاهلي المتصدر ب37 لقبا. دائما ما تكون نتيجة ديربي كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي خارج التوقعات، لكن في النهاية نتمنى التوفيق للفريقين الكبيرين في نهائي كأس مصر. علي فتحي، النيل.